ونناقش في هذه الحلقة. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة تفاقم كورونا، فما السبيل إلى مواجهته أو تقليل خسائره؟ فشل تطبيق الاتفاق الروسي التركي لتسيير دوريات مشتركة على طريق الأم 4، فما هي الأسباب والبدائل؟ أهلا بكم. كسر فيروس كورونا حاجز 300 ألف مصاب عالميا خلال 4 أيام، أرقام مفزعة، لكنها لم تمنع أمل منظمة الصحة العالمية بإمكانية تغيير مسار انتشار الفيروس. فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟ وما هي عوائقه؟ وما هي تبعات فشل استراتيجية التباعد الاجتماعي في مواجهة هذا الفيروس؟ النظر في تسارع الإصابات بكورونا مثير بحد ذاته للرعب، فالأرقام تتزايد بين ساعة وأخرى بالمئات، وحتى لحظة بث هذا التقرير فإن أعداد الإصابات سوف تقارب 400 ألف، ولن يمر يوم أو يومان حتى يتجاوز العدد 500,000 إنسان. هذا ما دفع منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى القول إن الإجراءات الدفاعية التي تتخذها دول العالم من خلال سياسات التباعد الاجتماعي والعزل لن تكون كافية للتغلب على المرض. واستعان غيبريسوس برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو من أجل أن يوصل رسالة مفادها أن أفضل وسائل الدفاع هو الهجوم، كما هو الحال في كرة القدم، فنحن بحسب تعبيره بحاجة إلى ركلة قوية لكي نستطيع أن نسجل هدفا في مرمى هذا المرض. وهناك قناعات في الأوساط العلمية تقول بأن الجائحة سوف تنكسر في النهاية، ولكن فقط في حالتين: الأولى أن يتراجع معدل الإصابات عن معدله الحالي، والثانية أن يصيب نصف البشرية فتتحقق تلقائيا نظرية مناعة القطيع، والتي تعني أن إصابة عدد كبير من البشر وشفائهم سوف يقلص قدرة المرض على التفشي. الأرقام ما تزال تبدو بعيدة عن تحقيق الهدف الأول، وترك الأمور حتى يتحقق الهدف الثاني سوف يعني نوعاً ما هدف تسجله البشرية في مرماها هي، ذلك أن أعداد الضحايا ستكون أضعاف مما هي الآن. وباستثناء الصين التي تمكنت من التغلب على المرض والحد من انتشاره، فإن إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران تحولت إلى بؤر تستفحل فيها الإصابات، كما ترتفع أعداد الضحايا من دون أن يبدو أن هناك في الأفق حداً سوف تتوقف عنده. وباستثناء ألمانيا التي تسجل أدنى معدل للوفيات قياساً بأعداد المصابين، فإن أنظمة الخدمات الصحية في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وإيران تقف على حافة الانهيار. منظمة الصحة العالمية تطالب باستراتيجيات هجومية، وهذا يعني عدم الاعتماد على الفحوص الانتقائية، كما أنه يعني المزيد من أعمال التنسيق لتقديم المساعدة والخبرات بين الدول التي تواجه أنظمتها الصحية مخاطر الانهيار، وأخيراً تنسيق الجهود والخبرات المتعلقة بالبحث عن علاج، وهو ما لم يحصل حتى الآن، إذ ما تزال المختبرات وشركات إنتاج الأدوية تتنافس فيما بينها لكسب سباق الربح، وليس لكي تسدد الإنسانية هدفاً في مرمى المرض. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحوار، وأرحب بضيفي من باريس عبر خدمة سكايب الدكتور بهاء الهبيل المختص بأمراض القلب بمستشفى مونسوري بباريس. دكتور بهاء أهلا بك،
رغم الجهود المكثفة والتوعية الصحية وحملات التثقيف والتوعية، إلى أن انتشار الفيروس ما زال مستمرا سريعا، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من هذه السرعة في الانتشار. كيف نفهم آلية عمل هذا الفيروس وهذا الانتشار السريع؟ مرحبا للجميع. طبعا الفيروس بما كما تعرفون سريع الانتشار وبسهولة جدا، لدرجة أنه يعني ممكن ينتقل لأي شخص، من شخص لشخص آخر بكل سهولة، من غير ما نعمل أي اعتبار أو معرفة، من مريض، من طبيب، حتى يعني من أي شخص، من الإنسان. خصوصا أنه سريع الانتشار، ممكن باللمس، ممكن بالنفس، ممكن يعني بعيش لفترات، ممكن من ساعات لحتى يوم يومين، على الأقمشة وعلى الإيدين وعلى الجلد. فهذا يفسر جزء نوعا ما سرعة الانتشار. ثانيا، للأسف إنه السلطات المعنية والناس ما أخذوا من بداية الأمر بمحمل الجد، وما اتخذوا الإجراءات اللازمة لعزل العزل من بداية، والاحتراز منه من إصابته. فكلهم كان الناس بشكل عام كانوا يحكوا إنه جريء الأنفلونزا وحننصاب في يومين يروح. للأسف المرض، أو سموه مرض حاليا، هو سريع الانتشار وصعب، ويؤدي إلى الوفاة أكثر ما يؤدي إلى الإنفلونزا، خصوصا لكبير السن. طيب دكتور بهاء، قلت معلومة في بداية جوابك على سؤالي، أن هذا الفيروس يستطيع أن يعيش في الهواء وعلى الأسطح لساعات أو أيام. كم هذه المعلومة دقيقة؟ لأن هناك جدل ما بين 3 ساعات، وفي أفضل الأحوال 8 ساعات، وحتى قيل 8 ساعات غير دقيقة علميا. لا، هو تم يعني دراسته، لأنه فيروس الكورونا في عدة عائلات من فيروس الكورونا، هذا الصن بسمود 19، طبعا دراسته يعني عملوا عليه دراسات وبحوث. يعني بالنسبة للجلد بيقعد لحتى 10 دقائق، عدة دقائق عيش على الجلد. بالنسبة للأقمشة ممكن يوصل ل 12 ساعة. يعني أي إنسان، أنا كطبيب أو أي شخص يتعرض لأي إنسان مصاب، لازم يغسل الهدوم ويكون بغسيل ساخن، لأنه حيقتل البكتيريا، حتى 12 ساعة. بالنسبة للأسطح الثانية زي النحاس وما خلاف ذلك، ممكن كمان يعيش لأكثر من يومين. فهذا للأسف له دور كبير في انتشار هذا المرض وصعوبة الاكتشاف. نعم، أرحب أيضا مشاهدينا بضيفي من عمان عبر خدمة سكايب، الدكتور تامر المصري المختص بالأمراض النفسية والإدمان. دكتور المصري، أهلا بك. حينما يصدر تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن انتشار الفيروس أسرع بكثير وبمراحل من جهود احتوائه، من الناحية النفسية كم يؤثر هذا على جهود احتواء الفيروس على الكادر الطبي، وكذلك على الناس الخائفين أصلا من انتشار هذا الفيروس؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير. ما لا شك فترة اللي راحت سبب ظهور فيروس الكورونا، بسبب الزخم لهذا الوباء، طبعاً راح نلاحظ حالات يعني شيوعا، واكثرها يعني نشوفها قلق النفسي، توتر الناس، عمالها بتوتر الناس، عمالها بتسال يعني اي مدى خطر الفيروس، انه احنا معرضين لهذه السوء بانتشار هذا الوباء. طبعا كثير ناس بتفكر بهذا الموضوع. ايضا صار لنا حالات شفناها هو الاجتماعيه او الهستيريا. اعتذر منك دكتور المصري لرداءة الصوت، ربما نعود لك ريثما يتم إعادة الاتصال. وتحول مرة أخرى إلى ضيفنا في باريس الدكتور بهاء. منظمة الصحة العالمية تعيد التركيز
وتوجيه الجهود بأن اعتماد استراتيجية سمتها بالصارمة لفحص المشتبه بهم وعزلهم ومعالجتهم يمكن أن يحد من انتشار الفيروس، ولكن أليس هذا هو السيناريو المطبق الآن؟ لماذا لم يحقق نتيجة إذا كان هذا هو السبيل الوحيد أو الأفضل المتاح؟ خلينا نفهم شوي ونرجع زي ما تفضلت في بداية الأمر. الفيروس للأسف انتشر بشكل كبير، ومن أول يوم من أول أيام إذا بنرجع للأعداد الحالات المعلن عنها بالإصابة حاليا أكثر من 300 ألف إصابة، هذه للأكيد اللي تم عندهم الفحص. لكن لو بدنا نيجي نحسب، يعني أنا بحكي لك مثال فرنسا هلا حوالي 20 ألف حسابيا، وبالنسبة للمنطقة على هوا ما صار في الصين أقل شيء 200 ألف مصاب، منهم الناس اللي ما أصلا حسوا بأي أعراض، ومنهم الناس اللي شوي عندهم سخونه وعندهم تعب بيقولوا انه يعني انفلونزا وغيره. فللاسف من اول ايام المرض الناس زي ما حكينا استهتروا فيه، ما تم تشخيص المرض، ما تم اتخاذ اجراءات العزل للناس زي ما صار بالصين. اذا بدنا نرجع لمثال كوريا الجنوبيه وهونغ كونغ، بالفعل اتخذوا اجراءات صارمه من اول يوم، وهذا ادى الى تسجيل اصابات بالنسبه ل دول تانية لا مقارنة، يعني عدد ضئيل جدا تأخذ إجراءات في الوقت المحدد. للأسف الدول التانية خصوصا يعني أوروبا كلهم، يعني نسمع حتى المملكة البريطانية أنه لسه الأيام هذه المتأخذ إجراءات العزل الكامل، فهذا أدى إلى تفاقم كل شخص بعدي على الأقل 10 من محيطينه من أقربائه، وكل شخص بيعدي اللي حولي، فهذا أدى إلى إصابات أشخاص نائمين، وبالتالي مع الوقت بعد أسبوع أو أسبوعين بدأت الإصابة تطلع، فهذا يدل على أو يفسر العدد الكبير من الإصابات. بالنسبة للمنظمة الصحة العالمية هلا هم جايين يأكدوا، للأسف أتصور أنه حتى مثال الدول كلها متأخر نوعا ما. نعم واضح تماما. نعود إلى الدكتور تامر ضيفنا في عمان. دكتور تامر تفضل أكمل الفكرة حتى أتحول إلى سؤال آخر. لاحظنا بالفترة هاي يعني انتشار واسع لمشاكل اللي هو القلق من هذا الفيروس، توتر إيش العالم على إيش مقدم، الهستيريا، في الهستيريا الجماعية خلينا نحكي، تلاقي جروبات خايفة متوترة، حتى وصل في بعض الناس انه ممكن صار معاه، يعني من ملاحظاتنا للناس انه صار عنده وسواس بالنظافة، وسواس من الجراثيم، وسواس لما يدخل اي مكان، طريقة مسك مثلا ايد الباب، طريقة الجلوس، المكان اللي بيجلس فيه، هاي الاشياء الشائعة خلينا نحكي اللي بلشنا نلاحظها. أضف إلى ذلك في كثير من البلدان اللي صار فيها الحجر وشوية ريستريكشن على حركة الناس، هذا أيضا لاحظنا أنه صار في زيادة لحالات التوتر، زيادة لحالات الغضب، صعوبة في النوم، أيضا الروتين اليومي صار فيه خلل لأنه بطلت الناس تطلع، ما في يعني خلينا نحكي activities، ما في أنشطة، هذا كله أثر شوي سلبا على الناس. أيضا زادت هاي الحالات بسبب كثير الناس، في كثير فئة من الناس مش واعية أو مش عارفة إيش مقدار الخطر أو مش مقدرة إيش اللي بيصير. فهنا يعني بنلاحظ بعض السلوكيات الخاطئة من بعض الناس. طيب دكتور تامر، هنا أريد أن أستفهم منك نقطة. مثلا في بريطانيا تم اعتماد نظرية أو سلوك القطيع، تعريض الناس لأكبر عدد ممكن من الإصابات حتى تتولد المناعة، هذا جانب. والجانب آخر، السلاح المتوفر الآن لردع الفيروس هو الحجر، ألا يمكن أن يؤثر هذا نفسيا على الناس وبالتالي يضعف جهاز المناعة؟ هل من ترابط من الناحية العلمية؟ من المعروف انه كل ما زاد التوتر، كل ما زادت حالات الاكتئاب او الحالات العصبيه خلينا نحكي، مع الوقت هاي ممكن تضعف جهاز المناعه، وهاي حقيقه علميه. الان احنا بنواجه خطر او شيء مبهم،
لا نعلم أي سياسة بتصلح معه. لكن مثلا عندك زي ما تفضلت أنت ببريطانيا بتتجه بهاي النظرية، لكن على العكس أيضا الصين واجهت هذا الفيروس، خلينا نحكي بالحجر، وخلينا نحكي لقينا نتائج أو صار في نتائج جيدة. فإحنا مقدمين على شيء مش عارفين كيف نحاربه، وهذا بصعد من وتيرة التوتر، بصعد من وتيرة القلق، وبالتالي إحنا في كثير ناس ممكن تضعف مناعتهم، في كثير ناس رح يصدر منهم سلوكيات ممكن خاطئة، ممكن تزيد فرصهم بالإصابة بهذا الفيروس، وممكن انه احنا يعني نلاحظ انه تقوى مناعتهم لما يتعرضوا لهذا الفيروس. فلغاية الان النظريات مش واضحة كيف نكافح هذا الفيروس. فهنا تكمن المشكلة، احنا بشيء مش مدروس 100%، اشي جديد طيب. على العالم اشي جديد علميا، فما ما في اشي يثبت انه هاي الطريقة المثلى لمكافحته. طيب. واضح تماما. طبعا ونحن نجري هذا الحوار تأتينا صور مباشرة ضيفاي الكريمان ومشاهدينا الكرام للندن، صور جوية، وطبعا تظهر لندن وهي خالية الوفاض من سكانها تقريبا، طبعا وأقصد السكان مستخدمي الشوارع، الكل التزم المنازل إلا ما ندر، وكما نلاحظ في هذه الصورة هي تشرح نفسها. أعود إلى الدكتور بهاء. دكتور بهاء، أيضا من ضمن التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية أو تنبيه على أن إصابة الكوادر الطبية يعرقل جهود احتواء المرض ومعالجة المصابين، كيف يمكن من الناحية العملية العلمية تفسير إصابة الأطباء وهم متحرزون، هم متوقون للتعامل مع المرضى؟ هل الخلل في ما يرتدون من أقنعة ومصدات طبية، أم هناك تفسير آخر لانتقال المرض إليهم؟ هو عدة أسباب. السبب الأول أنه الطبيب عنده علاقة مباشرة ومباشرة جدا وقريبة من المريض، يعني قد ما أنه نحاول نأخذ الإجراءات اللازمة والكمامات، أنت في علاقة مباشرة، يعني بدك تفحص المريض بدك تضطرب إليه، فبدك تفحصه. الفيروس سريع الانتشار، خفيف، بيطير بالهواء، بيطير بالأجهزة التنفس الصناعي، بالأدوات اللي بتستخدمها. هذا الدور المباشر. الدور الثاني أنه قدرة الفيروس على أنه، يعني صعب أنك تعرف أي مريض عنده، لأنه في زي ما حكينا في 80% من الناس اللي بتيجي اللي عايش أو حتى المرضى ما بحسوا، ما عندهم أعراض للمرض، ممكن يكون حامل المرض. يعني أنا ما بألف عن مرضى في اليوم مثلا 18 20، ما بعرف هل هذا المريض عنده أو تعرض أو كان في in contact with مع الأشخاص التانيين، بيكون إنه المرض ممكن ينتقل لإلك أنت نفسك، وممكن أنت كمان تؤدي إلى انتشار المرض. غير إنه المعدات اللي بنستخدمها حاليا، غير الكمامات وغير الفيروس هذا، يعني الكمام هذا البسيط ما بيحمي، لازم كمام بالفعل يكون للموضوع هذا اللي يكون يحمل الفيروس، ولازم للاسف حاليا في نقص في الامكانيات حتى في الدول الاوروبيه. انت زي ما انت شايف انا بشتغل حاليا في كمامه جراحيه، يعني كمامه اللي هي مهيئة لموضوع الفيروس، تستخدمها بس لأنك لما تدخل للمرضى اللي هم عندهم المرض، بس إن المرضى التانيين تستخدم كمامة. دكتور بهاء، هل تقول إن هذه الكمامة غير نافعة، غير ربما مصد غير نافع في مواجهة الفيروس؟ هو لا، مش غير نافع، لأنه نقدرش نقول 100% بيحمي، وبنفس الوقت مش بيحميش. يعني هو على الأقل بيحمي الطبيب أو الطاقم الطبي إنه أي اتصال مع المريض من النفس أو الهواء لما يعطس إنه ينتقل له المرض. أما إحنا نقول مثلاً بيحمي 100%، للأسف ما بنقدر. ما بنقدر إنه هذا الشخص عنده المرض أو ما حاسس بشيء أو لا، فهذا بأثر للأسف بيؤدي إلى إنه انتشار المرض حتى في إنه المستشفيات وبين الأطباء.
واضح تماما. دكتور تامر، من الناحية النفسية حينما يأتي المريض إلى عيادة الطبيب أو إلى المستشفى يشعر بالأمان، وبالتالي هو هذا نصف العلاج ربما كما يقولون، وهذا جربناه حينما كنا صغار، حينما نذهب إلى الطبيب نشعر بنوع من الأمان. كيف يمكن أن ينعكس هذا على شعور المصاب والطبيب في آن واحد إذا ما كان يشعر الطبيب أنه معرض للإصابة، وكذلك يشعر المريض أنه في العيادة أو في المستشفى ربما معرض لانتكاسة بدل الطبابة؟ احنا هنا بدنا نحكي عن طرفين، يعني خلينا نحكي اللي هو المريض والطبيب. المريض هو اصلا جاي للعياده او جاي لهذا المكان الطبي خايف من المرض، خايف من شيء معين، فهو مجرد وصوله الى المكان الصحيح هو بقرارة نفسه وفي بطانة نفسه هو الان وصل للمكان الصحيح، فبده يطمئن، عنده فكرة انه نسبة الشفاء او انه رح يتشافى بنسبة عالية لانه وصل للمكان الصحيح والشخص الصحيح. الطرف الاخر اللي هو الطبيب. الطبيب يعني المفروض يكون مدرب او اوتوماتيكلي فهمان انه هو اكثر عرضة للاصابة بالمرض. ليه؟ لانه هو اكثر شخص بصير له اكسبوجر او بصير باحتكاك مع الاشخاص المصابين، اكثر شخص في المجتمع عرضه لهذا الفيروس بسبب الكم الهائل من المرضى اللي راح يشوفهم. صحيح. وبالتالي هو في مرحله من المراحل، في البدايات راح يكون متوتر وقلق، بعدين بدخل في مرحله خلينا نحكي اللي هو الدينايل، بعدين بدخل في مرحله تجاوز. اللي هو الادابتيشن، انه التكيف، انه انا خلص هذا طبيعه عملي وانا راح احاول اتخذ الطرق السليمه او قد ما اقدر طرق الوقايه احاول احافظ عليها، وإذا انصبت يعني هذا قضاء وقدر خلينا نحكي، وأنا وظيفتي في الحياة أني أساعد الناس المصابين حتى يكملوا حياتهم ويشفوا تماما. فهاي يعني إحنا بنشتغل على، وخلينا نحكي في طرفين للمعادلة. المريض لما يصل للمكان الطبي أو العيادة أو المستشفى أكيد هو راح يشعر بالاطمئنان، لأنه هو طول الفترة هاي متوتر، طول الفترة هاي هو بفكر انه عنده كورونا، او طول الفترة هاي عنده اعراض خلينا نحكي مشابهة للكورونا، فهو مجرد ما وصل العيادة راح يخف 50% من الاسترس، مجرد ما بلش يتكلم ومجرد ما بلش ينفحص وما بلش يعمل الفحوصات راح يخف كمان 25%. وانس انه طلعت النتيجة سلبية هو الان اطمئن 100%. بدقيقة واحدة دكتور تامر، بدقيقة واحدة، نصائح نفسية للعوائل التي تلتزم المنازل الان، ربما حتى للكوادر الطبية، بدقيقة واحدة. التزموا البيوت، لا تحتكوا في المجتمع كثيرا، هاي اول يعني اول نقطة. الشيء الثاني، تابعوا الأخبار ولكن بيكون وقتين أو بأوقات معينة فقط وليس طول اليوم. وماذا يفعل الصحفيون؟ نحن الصحفيين ليس لنا بد من متابعة الأخبار. الله يعينكم الصحفيين اللي بيشتغلوا بالميدان، هذول أكثر عرضة، وإنتوا كمان يعني بتسمعوا هاي الأخبار وردات فعل الناس، طبعا راح تكونوا متوترين وقلقانين، لكن بالنهاية إحنا ما بنحكي إلا شيء واحد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إحنا لازم نأخذ بالأسباب، نحمي حالنا، ما نحتك بالناس، نخفف شوي احتكاكنا بالناس، نعمل أكتيفيتي للناس اللي بالبيت، نقضي الوقت، لأنه البقاء بدون أي أهداف وبدون أي أكتيفيتي في البيت هو قاتل بالذات، عوامل التوتر راح يزيد، عوامل سوء المزاج. نعم، أعود إلى الدكتور بهاء. دكتور بهاء، نفس الفكرة، ما هي النصائح التي يمكن أن توجه لمختلف الأعمار، من يلازم المنزل، من مضطر إلى العمل مثل الخطوط الأمامية كما يقولون، الكي وركرز وفرونت لاين، الصحفيون، الطواقم الطبية، الأجهزة الأمنية، نصائح لكل هؤلاء؟ بالنسبة للناس بشكل عام، العزلة، أنه حاولوا يعني بقدر المستطاع أنه ما يخرجوا من البيت، ما يختلطوا مع حد، يقوموا دائما بتعقيم الإيدين بالنظافة، إنه لأنه هذا السبب الرئيسي في انتقال المرض
وهذا هي الخطة الأولى المتبعة حاليا في الدول الأوروبية. بالنسبة للصحفيين العمال انهم دائما يقوموا بتنظيف الأجهزة اللي بيشتغلوا فيها والمكاتب، دائما تعقيم، يحاولوا ما يسلموا على بعض، يبعدوا عن بعض متر، يحافظوا على مسافات الاتصال قدر المستطاع، انه ما يكونوا في مكان مغلق اكثر من شخصين، لانه هذا بيؤدي الى انتشار المرض. وطبعا بالنسبه لكبار السن خصوصا يحاولوا ما يسلموا على حدا، اذا ممكن يدبروا لهم يعني الكمامات ويكون طبعا افضل، لانه هذا، لانه للاسف كبار السن هم الاكثر عرضه للمرض وللوفاه. نعم، عندي نصف دقيقة لأدخرها للدكتور تامر. دكتور تامر، ماذا عن العادات أو السلوك ربما المضر بالصحة وتأثيره على كورونا انتشارها، التدخين مثلاً؟ في دراسة إنه نسبة إصابة المدخنين بكورونا أكثر من الناس البقية، يعني من الناس الغير مدخنين. ليه؟ لأنه هون عنا في مشكلة بالجهاز التنفسي مع إزمانية التدخين، راح تقل كفاءة الجهاز التنفسي، وبالتالي راح يكون الشخص المدخن أكثر عرضة. إذن هذه دعوة لترك التدخين. والله إحنا أكيد يعني علميا لازم ندعو الناس إنه يبطلوا التدخين، ولكن اللي بننصحه أهم من يعني ترك التدخين والأشياء هاي البقاء في المنازل. شكرا جزيلا عن لك الاحتكاك بالناس من عمان عبر خدمة سكايب الدكتور تامر المري المختص بالأمراض النفسية والإدمان، وكذلك شكرنا موصول إلى ضيفنا في باريس عبر خدمة سكايب الدكتور بهاء الهبيل المختص بأمراض القلب بمستشفى مونسوري في باريس. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث من استوديوهات الغد في لندن، ونناقش بعد الفاصل. تعثر تطبيق الاتفاق الروسي التركي لتسيير الدوريات المشتركة على طريق الأم 4، فما هي الأسباب والبدائل؟ أهلا بكم. للمرة الثانية في غضون أقل من شهر فشلت القوات التركية والروسية في تسيير دوريات مشتركة على طول طريق أم 4 الذي يربط اللاذقية بحلب، فما هو سبب إصرار الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا على عرقلة تسيير الدوريات المشتركة؟ وهل يمكن أن يفتح الطريق مواجهات عسكرية مباشرة بين دمشق ومعارضيها؟ وهل يمثل هذا الفشل إعلانا صريحا بفشل الاتفاق الروسي التركي الأخير؟ روسيا وتركيا تقتربان بحكم الواقع على الأقل من الإعلان عن فشل الاتفاق الذي وقعتاه في 5 مارس الجاري بتسيير دوريات مشتركة على الطريق الاستراتيجي M4 شمال غرب إدلب، فقد اضطر الطرفان إلى تسيير دوريات على مسار قصير عقب ما وصف بأنه استفزازات من جانب الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية قالت إن المخاوف الأمنية هي التي حالت دون مواصلة عمل الدوريات، وهذه هي المرة الثانية التي تتعثر فيها المهمة، وذلك بعد تقليص دوريتهما الأولى في وقت سابق هذا الشهر. الدوريات اكتفت بالتجول بين مدينة سراقب وقرية ترنبا غربها على مسافة نحو 2 كيلومتر، بينما كان من المفترض أن تسير على طول الطريق الواصل بين اللاذقية وحلب. الطريق M4 يعد مفصلا مهما للقوات الحكومية السورية وهدفا للجماعات المسلحة التي تتجمع في إدلب، وعلى الرغم من الحرص الظاهري الذي تبديه وزارتا الدفاع التركية والروسية على استمرار مهمة الدوريات المشتركة، إلا أن العجز عن الاستمرار سوف يحيط بالشك بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين عقب أزمة كادت أن توقع البلدين في مواجهة عسكرية مباشرة. فشل تسيير الدوريات سوف يعني عودة كاملة إلى الوراء، وفي حال اندلعت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا، فإن مواجهة عسكرية جديدة سوف تكون بمثابة مؤشر على أن العلاقات الروسية التركية تقف أمام امتحان عسير مرة أخرى. الروس تمكنوا فيما يبدو من امتصاص التوتر السابق من دون أن تضطر القوات الحكومية السورية إلى تقديم أي تنازل على الأرض، وهذا هو ما يقلق الأتراك على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه
فإن تركيا الغارقة بأزمة كورونا ليست في وضع يؤهلها للدخول في منزلق خطير. هل تنظر دمشق إلى الوضع الراهن على أنه فرصة لعدم تأجيل المؤجل؟ سؤال لن يمكن إلا للأيام أن تكشف الجواب عنه. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الجزء من البرنامج، وأرحب بضيفي من موسكو السيد أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك معنا من اسطنبول السيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما سيد فراس. لماذا تنجح الجماعات المسلحة المحسوبة بشكل أو بآخر على تركيا في عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق؟ أتوقع أن المشكلة هي في نقطتين مهمتين. نحن نعلم أن بعد أن أخذت القوات الحكومية مناطق حول الام 4 الشرق، الام 4 سراقب وغيرها تلك المناطق، كلهم تقريبا سكان تلك المنطقة نزحوا باتجاه الشمال الغربي، أي باتجاه المناطق التي خلف هذه الخطوط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك عدم ثقة أو قبول من هذه السكان بشكل عام ومن يحمل السلاح في تلك المنطقة في التواجد ربما الروسي أو التواجد بشكل عام، لأنه يعتبرونه ربما سببا الأول أو السبب الأول في إخراجهم من مدينتهم، لأن هذا يريدون الحل السياسي. أتوقع أن هذه هي النقطة المهمة التي أيضا تركيا أعتقد ليست قادرة حتى الآن على إيجاد حل لها، هو سكان مثلا الذين فروا من سراقب معرة النعمان أو تلك المناطق، كيف سيكون الحل؟ وهذا مرتبط جدا بالحل السياسي. أتوقع أن الرفض الذي يأتي من تلك السكان الذي يأتي من هناك يوافق نوعا ما المصالح التركية في هذا السياق، وهذه رسالة ربما تصل إلى موسكو. لكن هل سيعني هذا أن هناك صدام بين موسكو وأنقرة؟ لا أتوقع ذلك، لأن حتى الآن التصريحات التركية تعتبر أن حتى الآن الدوريات ناجحة، لم يتكلم أحد عن أن فشل مثلا أو عدم نجاح مثلا هذه الدوريات. إذن أعتقد أن هناك الجرعات ستكون أكبر في الأيام القادمة بين الطرفين، لكن كيف ستكون الحلول السياسية؟ والآن في أزمة كورونا في العالم كله أعتقد ربما سيكون بعض التأخير أتوقع في هذا السياق. سيد أندري، هل تعتقد موسكو أن هذا التعثر في تسيير الدوريات المشتركة هو فشل لكل الاتفاق من أساسه كما تعتقد موسكو ربما؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك بصراحة. يعني أولا كما اتفقنا مع الجانب التركي تم إرسال الدوريات، وللمرة الثانية خلال هذه الفترة الأخيرة هذا الجانب. الجانب الآخر، طبعا كلنا كنا نتوقع بأن إرسال الدوريات لن يكون أمرا سهلا، فكان من المفترض أن الجانبان سيصطدمان مع التحديات بأن هناك مجموعة إرهابية موجودة في إدلب. يعني روسيا دائما تتحدث بأن لدى جبهة النصرة نفوذ قوي جدا في إدلب، فلذلك كل تلك الاستفزازات، كل تلك العراق اللي هي بشكل أو بآخر كانت متوقعة. ولكن في نفس الوقت طبعا المسؤولية أكبر تقع على الجانب التركي للتعامل مع كل هذه التحديات. وعلى ما يبدو وكل تصريحات التركية تشير بأن أنقرة مستعدة لتعامل معها لحل هذه المشاكل ولتنفيذ في نهاية المطاف الاتفاقيات في موسكو. ولكن كما قال السيد فراس، يبدو أن هذا التعثر أو التعسر هو في صالح تركيا، وتركيا تبدو أنها مستفيدة من هذا الجزء من ربما تعطيل الاتفاق، فلماذا تعلق عليها موسكو الآمال؟
يعني أنا بصراحة لا أرى أي مشكلة مع ذلك، يعني وفقا لما شاهدنا في السابق، يعني طبعا توصلنا إلى بعض الاتفاقيات في أستانا وفي سوتشي وبعد ذلك في موسكو، ولكن تعطيل في تنفيذ تلك الاتفاقيات قد أدى إلى نتائج واضحة، هو التصعيد العسكري. وبالأساس نحن نشاهد بأن الأوضاع في إدلب ليست مجمدة، ونحن نشاهد بأن الجيش السوري يستعيد السيطرة على بعض المناطق في إدلب رويدا رويدا، فلذلك يعني نفس الشيء أنا أعتقد سيكون مع الاتفاقيات في موسكو. إذا قامت أنقرة بتجميد أو بالتخلي عن هذه الاتفاقيات، فطبعا الكل يدرك تماما بأن الجيش السوري وروسيا طبعا سيلجأان إلى السيناريو العسكري للتعامل مع هذه القضية. على كل حال، هناك مبدأ رئيسي بالنسبة لروسيا وسوريا هو ضرورة عودة إدلب تحت سيطرة السلطات السورية، والمبدأ الثاني هو ضرورة كفاح ضد الإرهابيين. يعني لا يمكن أن توافق السلطات السورية على بقاء المجموعات المسلحة خارج إطار الجيش العربي السوري، وهذا الموقف المنطقي. وأنا متأكد 100% بأن نتيجة تطورات الأحداث الأخيرة خلال هذه بعض السنوات الأخيرة، أنقرة تدرك هذه أو هذين المبدئين الرئيسيين بالنسبة لموسكو ودمشق، وتدرك تماما بأن يعني تعطيل تنفيذ الاتفاقيات في موسكو أو في سوتشي أو في أستانا سيؤدي إلى تداعيات سلبية بالنسبة لأنقرة قبل كل شيء، وبالنسبة للمجموعات المسلحة بين القوسين المعتدلة، المجموعات التي مرتبطة مع الجانب التركي. سيد فراس، قلت في بداية كلامك أن تركيا غير قادرة على حسم هذا الموضوع أو هي مستفيدة منه بشكل ما. كلمة غير قادرة، هاتان الكلمتان هل تعنيان بأن أنقرة ستقبل بأن تتولى موسكو ودمشق ومن معهما المهمة باستخدام العمل العسكري لتطبيق الاتفاق؟ لا، بالنسبة للاتفاق بين تركيا وروسيا سيتم حتى لو بالقوة، يعني هذا واضح بين الحزم، لأن الآن المعطيات تغيرت، الآن يوجد جيش تركي، لا يوجد نقاط مراقبة، وأتوقع أن ربما اللقاء الأخير على أن ربما شبه التوافق أو القبول التركي بأن ما أخذته روسيا وجيش الحكومة النظام في دمشق مقابل الآن التواجد التركي والمعارضة لإيجاد صيغة سياسية قادمة، أتوقع هذا ربما من أحد القبول بين الطرفين أو التنازل بين الطرفين. لكن تركيا عاجزة الآن، بمعنى أن ما هو الحل السياسي؟ نحن نعلم أن كثير من المناطق هذه كانت تمتلكها ناس معارضين، لا نتكلم عن المسلحين، فنتكلم عن الناس الذين ميولهم السياسية معارضة تماما للحكومة أو النظام في دمشق. كيف سيكون السيناريو القادم؟ هذا يحتاج أكيد عدة مساعدات أو خطة دولية روسية، إيرانية، تركية، أمريكية، الكل يجب أن يتواجد حتى أوروبية، ولكن هذه المساعدات الآن أتوقع ستتوقف بسبب الأزمة الصحية العالمية التي ضربتها في كل مكان. لذلك ربما ستؤجل الأمور السياسية. سياسات تركيا لوحدها لا أعتقد أنها قادرة على هذا الأمر، لكن فرض الاتفاقية بين الطرفين على الجانب المعارض ربما تستطيع تركيا عبر كثير من الأمور. وأيضا نقطة أخيرة، أيضا هناك نقطة تخوف من روسيا ربما من الجهاديين الروس الذين متواجدون ربما في تلك المنطقة وبعضهم، هذا أعتقد سيحتاج إلى حل استخباراتي متواجد بين الطرفين. لذلك نجد دائما زيارات هاكان فيدان مع الوفد دائما في الذي يغادر من تركيا إلى موسكو أو الطرف المقابل في هذا السياق. إذا هذه أيضا نقطة معضلة بين الطرفين حول كيفية إيجاد الصيغة بين الطرفين، ولذلك سنجد أن روسيا ستتوافق مع تركيا في عدة أمور في هذا السياق، وآخرها عدم نزوح الناس من تلك المنطقة باتجاه تركيا، هذا أيضا مهم. هل يمكن لأنقرة النقاط المهمة سيد في هذا فراس أن تعيد ترتيب الأولويات وتقبل بأي سيناريو إن كان عسكريا أو بغيره لتطبيق الاتفاق بالقوة إذا ما ربما قبضت ثمنا من الروس، كان يكون تعديل اتفاقية أظن مثلا منحها مساحة ربما 30 كيلومترا باتجاه الشمال، هل يمكن أن تغض الطرف عما يجري على جانبي الأنفور؟
يعني المشكلة ليست الآن مرتبطة بتركيا، ربما هذا العرض جيد لتركيا في حال دخولها إلى أكثر من 30 كيلومتر، هذا بالنسبة للأمن التركي ممتاز، لكن هل سيتقبل المجتمع الدولي؟ نحن ليست فقط المشكلة أن تركيا فقط في هذا السياق، نعم هي ربما المتصدرة المشهد، التكلفة الأكبر عليها، لكن أيضا هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الاتحاد الأوروبي الذي أيضا لديه بعض المصالح في هذا السياق، لا أعتقد أنها تستطيع أن تخرج تماما تركيا من هاتين النقطتين الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ولذلك حتى أعتقد موسكو ودمشق في نفس السياق في هذه النقطتين، لذلك أتوقع أن تحتاج أكثر أعتقد تعديلات سياسية في داخل سوريا أولا، لأن لا ننسى أيضا ثلث سوريا يعني تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المعارضون إن كان أكراد أو غيرهم من قسد مثلا، كيف سيكون الحل؟ إذا مرتبطة هذه الأمور بالجزئيتين، الولايات المتحدة الأمريكية شرق الفرات والاتحاد الأوروبي وتركيا في مسألة غرب الفرات. نعم سيد أنتيكوف، مرة أخرى بالعودة إلى ذات المشكلة، أنت قدمت فرضية العمل العسكري، ولكن السيد فراس وحتى كل المعطيات الواقعية ربما تستبعد هذا الخيار من الطاولة نتيجة للتوازنات الدولية، أوروبا، الولايات المتحدة، كورونا وما يجري، ما السبيل الآخر غير الخيار العسكري؟ يعني صحيح هناك الواقع الجديد والأسباب الصحية، الكورونا يفرض الواقع الجديد على سوريا، ويعني نحن لا نعلم ملامح هذا الواقع، ونحن لا نعلم كيف ستتطور الأمور بسبب الكورونا في سوريا. ولكن في نفس الوقت أنا أود أن أذكر طبعا دائما نحن نتواصل إلى بعض التفاهمات، بعض الاتفاقيات مع الجانب التركي أو حتى مع الجانب الإيراني بخصوص سوريا، بخصوص مناطق خفض التوتر، والآن تحديدا في منطقة خفض التوتر في إدلب. وتقليديا روسيا تنتظر، ولدى روسيا صبر طويل، وحتى بعدما نشاهد خرق للمواعيد الزمنية التي توصلنا إليها اتفقنا عليها مع الجانب التركي، روسيا تصبر، روسيا تنتظر، ولكن لا تنتظر إلى الأبد. فهذا ما شاهدناه مؤخرا في إدلب خلال هذا التصعيد. يعني الاتفاق مثلا الاتفاق في سوتشي كان يفرض بأن سيتم تحرير طريقي M4 وM5 قبل نهاية عام 2018، كذلك كان من المفترض تشكيل منطقة منظومة السلاح قبل 15 من شهر أكتوبر عام 2018، لم يحصل ذلك. يعني قد انتظرت روسيا خلال العام الإضافي عام 2019 لم يكن هناك تطورات لأحداث حاسمة على الأرض، ولكن بعد ذلك مؤخرا قد شاهدنا تصعيد كبير في تلك المنطقة، بسبب أن نحن بصراحة وصلنا إلى مأزق الحقيقي في إدلب. يعني تركيا لم تكن ملتزمة بالاتفاقيات في سوتشي. طيب. يعني في المقابل كان هناك خروقات مستمرة، هجمات مستمرة من قبل المجموعات المسلحة تجاه حلب، تجاه اللاذقية، تجاه حتى قاعدة حميميمة الروسية. فلذلك كان هناك هذا التصعيد الأخير، ونتيجة هذا التصعيد الأخير نحن نشاهد الآن توصل إلى الاتفاقيات في موسكو. والآن يعني طبعا لدى تركيا ولدى روسيا مسؤولية معينة على تنفيذ تلك الاتفاقيات. هل سيتم تنفيذ تلك الاتفاقيات؟ هذا السؤال معلق، يعني لا يوجد أي دمان. نعم، هل يمكن أن تقدم موسكو أثمان إضافية كما طرحت على السيد فراس، مثلا تعديل اتفاقية أضنة، تعويض في أماكن أخرى، حتى تغض الطرف تركيا عن ما يجري على جانب الأنفور، ومن ثم تحقق دمشق وموسكو وإيران ومن معهم من الجماعات المسلحة ما هو مطلوب من هذا الاتفاق؟ هذا السؤال بصراحة جيد جدا. أنا أعتقد على كل حال هذا الأمر يجب أن يتم تنسيقه مع الجانب السوري، وليس سيرا بأن سوريا يجب أن تعبر عن رأيها بخصوص الاتفاق أدنى أو تعديل الاتفاق أدنى. ولكن مبدئيا كما ذكرت في السابق، المبدأ الرئيسي بالنسبة لروسيا هو عودة إدلب تحت سيطرة السلطات السورية، وبالنسبة لسوريا طبعا. فلذلك يمكن فقط أن نتحدث عن
عن المراحل التي تؤدي إلى هذا الهدف النهائي. تعديل الاتفاق عندنا يعني ربما الاتفاقيات الإضافية، الاتفاقيات حول تشكيل مناطق منظورة السلاح أو ما شابه ذلك وإلى آخره. إذا يعني ولكن في نهاية المطاف إدلب يجب أن ترجع تحت سيطرة السلطات السورية. سيد فراس، هل يمكن لكورونا أن تكون اليد الطولة والكلمة العليا في هذا السجال على موضوع الدوريات المشتركة، على اعتبار أن الوضع الدولي العام في العالم الآن يتجه إلى تقديم أولوية كورونا معالجتها على كل الأزمات السياسية، وكما استمعنا من الأمم المتحدة هي دعوة لوقف كل النزاعات، هل يمكن أن يندرج الاتفاق تحت هذا الإطار؟ الحقيقة هذا الفيروس يعني حماكم الله وحمانا منه، حمى الجميع، يعني خطير، الكل طبعا يتأهب، يعني حتى اليوم حتى يعني ضباط ووزير الدفاع أعتقد الروسي نفسه وضباط الروس كلهم ربما تحت الفحص الطبي لأنهم موجودين في سوريا، وهذا سينطبق أعتقد على بعض الجنود الأتراك أو الضباط الأتراك ربما الذين اختلطوا معهم. إذا القضية ليست بهذه السهولة، أعتقد أنها سترتبط بشكل معقد في هذه القضية، والمجتمع الدولي أيضا كله الآن سيرتبط في هذه القضية. بعد ربما إن شاء الله تنحل هذه الغمة وهذا المرض، ربما أتوقع ستبدأ هناك نقاشات سياسية، لأن الآن المجتمع الدولي يقول أوقفوا الحروب لنحارب الفيروس هذا، لأنه إذا لا سمح الله تمكن من كثير من الناس ماذا سيبقى فائدة في الحروب؟ يعني حتى في سوريا اليوم خرج أعتقد يعني أعداد لا أعلم 40 حالة أو ما شابه ذلك من أمراض يحملون هذا المرض، إذا هذا خطير، لابد أولا الاهتمام في هذا المرض، وبعد ذلك أتوقع الأمور السياسية والعسكرية ستحصل فيما بعد. أنا أتوقع أن هذا السيناريو سيكون. سيد أندري، هل يمكن أن تترك الأمور على حالها، لا رابح لا خاسر، حالة جمود، وتكون الأولوية مرة أخرى لكورونا، وطبعا كأولوية دولية وليس فقط لأنقرة وموسكو؟ كما ذكرت في السابق كورونا يفرض الواقع الجديد، ولكن نحن لا نعلم ملامح هذا الواقع. من جانب يعني هناك احتمال بأن كورونا سيفرض الهدوء في إدلب وبشكل عام في العالم وفي في 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 الحروب الجارية حول العالم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نستبعد بأن هذا حالة الطارئة مرتبطة بانتشار هذا الفيروس سيؤدي أو سيشجع بعض الروس الحادة لبعض الخطوات الحاسمة في بعض المناطق العالم. يعني نحن لا نعلم كيف ستتطور الأمور بدقة، يعني هناك كل احتمالات مفتوحة حاليا وبكل صراحة. ماذا تعني بأن الاحتمالات واردة؟ هل يمكن أن تقدم موسكو على عمل عسكري مثلا لتطبيق الاتفاق وسط كل هذا الانشغال الدولي بكورونا والأزمات، وربما حتى يصاب جنودها في أي عملية؟ موسكو لن تقوم بالخطوة الأولى في هذا السياق. على كل حال موسكو ملتزمة بالتنسيق مع الجانب التركي، ويعني تؤمن بأن الجانب التركي سيقوم بكل التزاماته وسيقوم بالتنفيذ الاتفاقيات في موسكو وفي سوتشي وفي أستانا، وأيضا نحن نعمل بأن سنشاهد استئناف الأعمال للجنة الدستورية ربما لتشكيل الدستور الجديد. ولكن في نفس الوقت طبعا روسيا لن تغلق عينيها على الخروقات للهدنة المحتملة، الهجمات المحتملة من قبل المجموعات المسلحة. إذا حصلت مثل تلك الهجمات ضد المواقع المدنية السورية أو ضد قاعدة حميميمة الروسية، فطبعا روسيا سترد على هذه الهجمات، ولكن كما ذكرت روسيا لن تقوم بالخطوة الأولى في هذا السياق. من موسكو السيد أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرنا موصول إلى ضيفنا في اسطنبول السيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أنتم مشاهدينا دائما لكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة. إلى اللقاء.